ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بنحو شبه جماعي بختام تعاملات جلسة اليوم. تراجع وحيدا مؤشر اي جي اكس 30 الرئيسي بنسبة 0.5%، كما زاد بينما زاد مؤشر اي جي اكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 47%، كما ربح مؤشر اي جي اكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 51%. معنا من مقر البورصة المصرية مينا بشرى مراسل اون لايف، اهلا بك مينا. ربما يعني لم تختلف الاسهم الهابطة او الصاعدة عن الامس، وان كان طبعا هو مؤشر الثلاثيني هبط بنسبة طفيفة لهذا اليوم، ماذا لديك من تفاصيل؟ نعم، ولا بالفعل تعاملات اليوم متشابهة مع تعاملات الأمس من حيث سيطرة الصعود شبه الجماعي، وأيضا استقرار المؤشر الرئيسي مؤشر اي جي اكس 30 داخل المنطقة الحمراء للجلسة الثانية على التوالي، على الرغم من أن مؤشرات البورصة المصرية استهلت التعاملات على صعود جماعي لكافة المؤشرات، وإن كانت نسب الصعود من جانب جميع المؤشرات ولا سيما المؤشر الرئيسي مؤشر اي جي اكس 30 خلال مستهل التعاملات كانت محدودة للغاية، وبمرور التعاملات حدث تحول من جانب المؤشر الرئيسي مؤشر اي جي اكس 30 ليتراجع للجلسة الثانية على التوالي داخل المنطقة الحمراء، وبنسبة التراجع وصلت إلى 0.5% ومسجلا 18295 نقطة عند الإغلاق بفعل العمليات البيعية وعمليات جني الأرباح من قبل المستثمرين المصريين والمؤسسات. يضاف إلى ذلك أيضا اتجاه بعض الأسهم القيادية إلى المنطقة الحمراء. المؤشر الثاني وهو المؤشر السبعيني مستمر في رحلة الصعود بنسبة وصلت بختام التعاملات إلى 0.47% ومسجلا 877 نقطة عند الإغلاق، وبدعم من الاتجاه الشرائي من جانب صغار المتعاملين. المؤشر الأوسع نطاقا مؤشر اي جي اكس 100 ارتفع ايضا بنسبة بلغت 51%، وليصل المؤشر بختام التعاملات الى مستوى 2306 نقاط عند الاغلاق. ومن اداء المؤشرات اليوم الى فئات وجنسيات المتعاملين، فالبداية مع نسبة استحواذ المتعاملين المصريين، فقد وصلت بختام التعاملات الى 58.92%، وبصافي بيع تجاوز 255 مليون جنيه. في مقابل ذلك سيطرت العمليات الشرائية على أداء العرب بنسبة استحواذ وصلت إلى 21.14%، وبصافي شراء تجاوز 77 مليون جنيه. أيضا بالنسبة لتعاملات الأجانب، فنسبة الاستحواذ بختام التعاملات وصلت إلى 19.93%، وبصافي شراء تجاوز 178 مليون جنيه. أما بعد ذلك بالنسبة لأداء الأفراد والمؤسسات اليوم، فقد سيطرت العمليات الشرائية على أداء الأفراد من خلال نسبة استحواذ وصلت إلى 65.85%، في مقابل سيطرة العمليات البيعية على أداء المؤسسات اليوم بنسبة استحواذ وصلت إلى 34.14%. أما بعد ذلك إذا انتقلنا إلى أداء الأسهم اليوم صعودا وهبوطا، فالبداية مع قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا، ففي المرتبة الأولى جاء سهم سي أي كابيتال القابضة بنسبة 18.96%، أطلس لاستصلاح الأراضي في المرتبة الثانية بنسبة 13.10%، وفي المرتبة الثالثة جاء سهم الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية بنسبة 9.75%، العالمية للاستثمار والتنمية في المرتبة الرابعة بنسبة 9.60%، وجاء في المرتبة الخامسة الملتقى العربي للاستثمارات بنسبة 7.40%. أما بالنسبة للقائمة الثانية وهي الخاصة بالأسهم الأكثر انخفاضا اليوم، ففي المرتبة الأولى جاء سهم العز الدخيل للصلب بنسبة 5.67% تراجعا، العبور للاستثمار العقاري في المرتبة الثانية بنسبة 4.79%، العرفة للاستثمارات والاستشارات بنسبة 4% تراجعا،
وفي المرتبة الرابعة جاء سهم جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي بنسبة 3.88%. وفي المرتبة الخامسة جاء سهم العربية للأسمنت بنسبة تراجع وصلت إلى 3.46%. أما بعد ذلك إذا ألقينا نظرة على أداء القطاعات اليوم وتحديدا أنشط القطاعات من حيث قيم التداول، ففي المرتبة الأولى وبختام التعاملات جاء قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك في المرتبة الأولى بقيم تداول وصلت إلى أو تجاوزت 488 مليون جنيه. وفي المرتبة الثانية جاء قطاع الاتصالات بقيم تداول وصلت إلى 309 ملايين جنيه، ويتلاه بعد ذلك قطاع الخدمات ومنتجات صناعية بقيم تداول وصلت إلى 265 مليون جنيه، وجاء في المرتبة الرابعة قطاع السياحة والترفيه بقيم تداول وصلت إلى 96 مليون جنيه. وفي المرتبة الخامسة جاء قطاع موارد أساسية بقيم تداول لهذا القطاع تجاوزت 96 مليون جنيه. وفي المرتبة السادسة جاء قطاع الأغذية ومشروبات بقيم تداول وصلت إلى 66 مليون جنيه. وفي المرتبة السابعة جاء قطاع التشييد ومواد البناء بقيم تداول وصلت إلى 56 مليون جنيه. أيضا بالنسبة لمستوى السيولة وبختام التعاملات وصلت السيولة إلى مستوى 1.875 مليار مليون جنيه، وذلك من خلال التداول على 366 مليون و527 ألف سهم، وبإجمالي عدد عمليات تم تنفيذها على مدار التعاملات بما يزيد عن 36 ألف عملية. أخيرا بالنسبة لرأس مال البورصة السوقية فقد تشابه مع تعاملات الأمس دون تغيرات تذكر، فبختام التعاملات وصل رأس مال البورصة السوقية إلى مستوى التريليون وستة مليارات جنيه. أخيرا البورصة المصرية أعلنت أن الغد إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال، على أن يستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الأربعاء القادم الموافق 2 مايو الجاري. نعم. القادم عفوا. نعم أشكرك شكرا جزيلا مينا بشرى، ألقاك يوم الأربعاء على هذا الكلام، بشكرك شكرا جزيلا كل هذه التفاصيل.